جديد خصيصا لهذه الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفن المنحول هنا بمدينة أزمون. المشاركة ديالي بملحونيات هي مشاركة سنوية، كنكون كل سنة في البرنامج ديال المهرجان. هذا كيشرفني لأن أزمور مدينتي، وكيف كنعتز بانتماء إليها، حتى أزمور كتعتز بانتماء إليها، لأن كيعتبروني بنتهم وواحدة منهم، وديما زعما كنفرح نشوف الجمهور ديال أزمور ونغني ليه. شوف، ضروري الواحد فاش كي اكثر ما كدير الحاجه كتولي كديرها بزاف ديال الحوايج كيدوزوا باكثر سهوله. اللي كنطلب هو طبعا الناس اللي كيدعموا المهرجان ماديا يستمروا في ذلك، لانهم كيعطيو خدمه كبيره ماشي للمهرجان، الملحون بصفه عامه ولهاد المدينه، لان كنظن بانه المهرجان ديال الملحون الوحيد اللي كاين في المنطقه كلها، حتى في الدار البيضاء ما بقاش داك المهرجان اللي كنعرفوه ديال الملحون. اذا كنقول لهم بقاو واقفين مع المدينة ديالنا. رسالة هي يتشبتوا بالتراث ديالهم، لأن هذا هو اللي كيعطي للمغرب هذه القيمة ديالو. المغرب بلد عريق غني في كل شيء، في التراث، في المعمار، في اللباس، في الثقافة. خصكم تكونوا معتزين بهذه القضية. هذا التراث تسعة عشناها بواحد كاملين، حسينا بانه كاين بزاف ديال التغيير على الدورات الاخرى. اولا بالنسبه للتوقيت، انه خارج شهر رمضان اول مره، وهذا كيفسح لنا المجال على المستوى الموضوعات القصائد الملحون اننا نفتحوا على مجموعه الاغراض اللي كيعرفها شعر الملحون. كذلك هذه السنه هذه كاين عرض ابداع خاص بالدوره اللي هو كان في الصاله الاختتام مع المايسترو الحاج تامي بن الحواس، واللي اعطى للملحون واحد طيبه اخرى، من حيث اننا غنستمعوا للملحون كشعر، ولكن غنستمعوا للموسيقى من خلال الى بغينا نقولوا فيزيون ما بين الملحون والموسيقى العالميه ديال فيفالدي وديال موزار والبالز وليالي الانس، محمد مثلا الاغنيه ديال ليالي الانس اسمهان ومحمد عبد الوهاب. يعني غنسمعوا وغنشوفوا ان الملحون حقيقه يمكن له، عنده هاد الامكانيه وهاد يعني هو ماشي واقف منحصر في واحد المقام معين او في واحد الموسيقى معينه، بل هو يتطور على مر العصور. النهار اللي خلق هو كيتطور، بدا غير بالرشي بالكف، زادت له التعريجات، زادت له الكمانجات، زادت له هادي. الان ولي كنشوفوا شباب كيغنيوه بانماط اخرى، مثلا رضوى الاسمر بالريقي، لما لا اننا نسمعوا الملحون ديالنا؟ وهذا كيزيد ياكد على ان هذا التراث اللامادي اصبح الان، وهذا مطلب ديال اكاديميه المملكه وزاره الثقافه، انه من يدخل ضمن اللائحه ديال التراث الانساني اللامادي في منظمه اليونسكو.